صباح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نطمن على أحوال الجو، لأن زي ما قالت لنا ليندا إن في عاصفة ترابية فنعرف منها التفاصيل. صباح الخير يا ليندا مرة تانية. صباح الخير يا أحمد. مظبوط، في عاصفة ترابية هتضرب العديد من المناطق، وفي كمان طبعا ارتفاع في درجات الحرارة. تفضلي. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهيكون دافي على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحر على شمال وجنوب الصعيد. أما بالليل فهيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. هيكون في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات التانية، خلونا نتعرف على آخر أحوال الطقس من دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني عايزين حضرتك تكلمينا أكتر عن أخبار العاصفة الترابية اللي هتشهدها البلاد النهاردة وهتستمر لحد إمتى؟ هو إحنا بالفعل اليوم هنتأثر بامتداد منخفض جوي صحراوي على الصحراء الغربية، هيبقى معاه رياح جنوبية غربية، سرعات الرياح هتكون ما بين 40 و70 كيلومتر في الساعة، فهتكون طبعا محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مناطق الجمهورية. يمكن سرعات الرياح في المناطق الشرقية هتبقى من بين 50 و70 كيلومتر في الساعة، فده ممكن يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ بسبب طبعا الأتربة والرمال المثارة. يمكن كمان اليوم في ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 27 و26 درجة مئوية خلال فترة النهار. نبدأ نشعر بالطقس ان هو مائل للحرارة خلال فترة النهار على اغلب مناطق الجمهورية، لكن مع دخول ساعات الليل هتبدأ الكتل الهوائية تتغير، نبدأ نتأثر برياح شمالية غربية هتعمل على انخفاض درجات الحرارة. الطقس خلال ساعات الليل هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، مع دخول ساعات المساء ايضا والرياح الشمالية الغربية يبدأ تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط. ده طبعا مع دخول ساعات الليل بعد تحول الكتل الهوائية من جنوبية غربية لشمالية غربية. طب إيه دكتور النصايح اللي حضرتك ممكن تقوليها للمواطنين بخصوص يعني نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة خصوصا مرضى الصدر والحساسية؟ بالضبط يا فندم، احنا مع الأتربة والرمال المثارة دايما بننصح أصحاب طبعا مرضى الحساسية الصدرية أو الجيوب الأنفية، لو أنا عندي مشوار النهاردة أقدر أرجله بسبب الأتربة والرمال المثارة ممكن أقدر أرجله، لو مش هقدر أجل مشواري وهضطر للخروج يبقى دايما لابسين الكمامات والنظارات الشمسية. كمان السادة المواطنين مع سرعات الرياح العالية نبتعد تماما عن الأشجار العالية، المباني المتهالكة، أعمدة الإنارة، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع. بالإضافة إلى مش عاوزين ننخدع بالطقس خلال فترة النهار، لأن احنا ابتداء من غدا إن شاء الله هنبدأ درجات الحرارة تنخفض، يمكن مع نهايات الأسبوع كمان هتنخفض بشكل ملحوظ وهتعود تاني أجواء شتوية، فمش عاوزين خالص ننخدع بارتفاعات درجات الحرارة ونغير نوعية الملابس، هنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل على الأقل لانتهاء فصل الشتاء إن شاء الله. وأخيرا المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن دي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة، فالمتابعة الجيدة للنشرات الجوية. شكرا لحضرتك يا دكتور منار. كان معانا مشاهدينا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، وعايزين نأكد على السادة المشاهدين أن هم يتوخوا الحذر ويبتعدوا عن الأشجار في ظل وجود الرياح المثيرة للرمال والأتربة النهاردة. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 12، الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13، سيوة العظمى 24 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 26 والصغرى 12، دمياط العظمى 24 والصغرى 11، الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 12، السويس كمان بتسجل 30 والصغرى بتسجل 12. هنروح للعريش العظمى فيها 30 والصغرى 13،
طابة العظمى 29 والصغرى 16، سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 9، شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 17، الغردقة العظمى 30 والصغرى 17، الفيوم كمان 30 والصغرى 11، بني سويف العظمى فيها كمان 30 والصغرى بتسجل 11، المنيا العظمى 31 والصغرى بتسجل 12. هنروح لأسيوط العظمى فيها 32 والصغرى 12، سوهاج العظمى 34 والصغرى 13، قنا العظمى 35 والصغرى 14، الأقصر كمان 35 والصغرى 15، أسوان العظمى 36 والصغرى 16، الوادي الجديد العظمى فيها كمان 36 والصغرى بتسجل 15، شلاتين العظمى 32 والصغرى 16، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى بتسجل 17. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك ليندا، وزي ما قلتي يعني بالتأكيد للسادة المشاهدين لازم اتباع الإجراءات بقى الاحترازية هنا لمواجهة التقلبات الخاصة بالعاصفة الترابية. مظبوط.